أكد البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على وحدة المصريين في مواجهة التحديات الحالية، مشيرا إلى أن العلاقة بين المصريين ليست وليدة اللحظة وإنما تستند إلى تاريخ طويل. احنا يهمنا الوحدة الداخلية، وحدة المصريين والموقف الواحد تجاه أي شيء. أنا مش بقول كلام يعني كلام مبالغة أو كلام مجاملة. احنا المصريين عشنا ونعيش حول نهر واحد اسمه نهر النيل، فوجود النهر ده واحنا حواليه كلنا زي ما حضرتك تعرفي ان بنعيش على مساحة 8% من مساحة الارض، مساحة كل مصر، يعني كل المصريين جنب بعض على في 8% وسايبين 92%، طبعا دي احصائية تقريبية. ترابطنا لان بنشرب من مياه واحده وبناكل من ارض واحده، عشان كده في التاريخ يقولوا النيل ابو المصريين والارض ام المصريين، فصار هذا المثلث الانسان والنهر والارض، الثلاثه دول مرتبطين ارتباط قوي مش بتاع النهارده ولا امبارح، ده عبر قرون طويله. كما أشار البابا إلى أن الكنيسة المصرية تعد أقدم كنائس العالم، مؤكدا أن هناك علاقات قوية تربط الكنيسة المصرية بكنائس العالم بالرغم من الاختلافات العقائدية. الكنيسة المصرية واحدة من أقدم كنائس العالم. الكنيسة المصرية تأسست عام 68 ميلادية في القرن الأول الميلادي، فكنيسة قديمة عريقة وهي بمثابة كنيسة أم. تمام. وقلبنا مفتوح للجميع ولنا علاقات قوية جدا مع كل كنائس العالم دون استثناء، برغم ان في كنائس في اختلافات موجودة، اختلافات عقائدية، اختلافات ايمانية، اختلافات تاريخية، اختلافات موجودة خليها جانبا، لكن علاقات المحبة والتعاون قائمة ويا كنائس العالم.